يشيلوا ميه بيشيلوها في اواني فخاريه. والاواني الفخاريه دي اللي هي من 7000 سنه لما كانوا بيجيوا مثلا يخزنوا فيها ميه النيل في البيوت، فكان دايما يحط تحت في يعني الاواني الفخاريه دي من الطين، لازم تكون من الطين، وطين اصلي يعني افضل انواع الطين كان بيبقى من اسوان. ايوه. فكان يجي يعمل ايه بقى حضرتك، يجي يجيب شويه رمل ويجيب نبات، بذور نبات اسمه المورينجا. ده من 7000 سنه القصه دي. نبات المورينجا ده كان نبات زمان بينمو في جنوب مصر، لكن دلوقتي ممكن بينمو مع الظروف البيئيه في كل حته في مصر، بل بالعكس في دعوه كمان لنشر النبات ده. مثل النبات ده ايه، لقوا ان النبات ده بذوره كان يجي زمان لما يجي بقى عايز يعمل يحط ميه مثلا في الزير، يروح داعك الزير ببذور نبات المورينجا في الوقت في الشتاء في مرحله الشتاء، ويحط شويه رمل تحت ويبتدي يحط الميه. بعد الاف السنين دي جه دكتور عالم في جامعه في امريكا اكتشف ان المورينجا النبات فيه بروتين، البذور دي فيه بروتين، البروتين ده بيقضي على البكتيريا والطحالب. بيقضي عليه كمان بخاصيه، يعني هو فيه خاصيه اللي هي كواجيوليت للبروتين بتاع الفطره او الطحلب، اللي يعني الحاجات اللي هي ملوثه يعني للميه. كان بيطهر الزير اللي هيحط فيه الميه، وبيطهر الميه نفسها. وبيطهر الميه نفسها. يعني بدل الفلتر عندنا دلوقتي زي كان الفلتر هو دي.